سيارات هايبريد، سيارات كهربائية، سيارات بتعمل بالهيدروجين، هاي كلمات عم نسمعها كتير هاي الأيام. خلينا نشوف بهاي اللائحة ثلاث سيارات بتمثل برأينا مستقبل المواصلات في معرض دبي الدولي للسيارات. راح تتوفر الشيفرلي بولت قريباً كسيارة كهربائية بالكامل اللي بنقدر نشتريها بأسواقنا، والسيارة عم تعطينا مسافة 520 كيلومتر مع بطارية مشحونة بالكامل، ومع خاصية الشحن السريع اللي بتعطينا مدى بيوصل ل 150 كيلومتر لما نشحن البطارية لمدة نص ساعة بس. وهي السيارة بتعطينا تسارع ل 100 كيلومتر بالساعة بأقل من 7 ثواني، وبتوصل لسرعة قصوى محددة ب 145 كيلومتر بالساعة. قريباً راح أيضاً نختبر ونشتري سيارة كهربائية من نيسان، وهي النيسان ليف. مع المدى اللي عم تعطينا هاي السيارة شحن كامل للبطارية وهو 240 كيلومتر، وقوة بتوصل ل 147 حصان، وعزم مباشر بمجرد ما تنطلق من السيارة، راح تكون النيسان ليف إحدى أفضل الخيارات لشرائك سيارة كهربائية بالمستقبل القريب. ومع تركيز نيسان على أنها تكون جزء هام من إكسبو 2020 بدبي، عم بتقدم الليف أيضاً اختبار لتقنيات السيارات الذاتية القيادة بالمستقبل. عم ترجع تويوتا وبتقدم لنا تويوتا ميراي بمعرض دبي الدولي للسيارات 2017. وهالسيارة التويوتا ميراي عم تستخدم تكنولوجيا خلايا الهيدروجين لتحصل على طاقة كهربائية طبعاً لدفع السيارة، ولكن مع حصول تويوتا على أول محطة لتعبئة الهيدروجين لهاي السيارة بالإمارات رح تقدر تختبر هاي التكنولوجيا المستقبلية أكثر. خليني أشرحكم شوي كيف منحصل على الطاقة من هاي التكنولوجيا. أولاً بالمحطة عم يستخدموا المي للحصول على الهيدروجين باستخدام طاقة كهربائية نظيفة طبعاً لفصل ذرات الأكسجين عن الهيدروجين. إحنا بنعرف إنه المي مصنوع من H2O يعني هيدروجين وأكسجين. بعدين بضغطوا هذا الهيدروجين ليتحول لسائل ممكن يتم تعبئته بالسيارة، وطبعاً تعبئته بتتم كتعبئة أي سيارة بالبنزين بدقائق معدودة. طبعاً بداخل السيارة عم بتم دمج الهيدروجين بالأكسجين اللي عم ناخده من الهواء، وهي العملية الكيميائية عم بنتج عن طريقها طاقة كهربائية بتستخدموها لدفع السيارة أو دفع محركات الكهربائية للسيارة، ومن عادم السيارة ما بيخرج معنا إلا مي، يعني كل العملية عم بتتم بدون أي مخلفات ضارة بالبيئة.